دمشق ترحب بالاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الأسلحة الكيميائية السورية، معتبرة أنه أتاح تجنب الحرب وأنه يشكل انتصارا لسوريا. هذا الاتفاق كان الموضوع الرئيسي لمختلف وسائل الإعلام السورية وفي مقدمتها الجرائد، حيث تناولته باهتمام وإسهاب كبيرين. على الأطراف جميعها أن تبادر إلى المسارعة في اتخاذ مثل هذه الإجراءات للمضي قدما في مسيرة الحل السياسي، لأن دائما الأداة العنف لا يمكن أن تقود إلى أو الحلول العسكرية لا يمكن أن تقود إلى حلول سياسية، ويمكن أن تصيب المنطقة بأكملها بالدمار. روسيا طلعت أمريكا بمأزق كتير، كان حرج لأمريكا بالنسبة لموضوع سوريا. من جهته رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بالاتفاق الروسي الأمريكي، ودعا جميع الأطراف المؤثرة إلى القيام بدورها عبر مجلس الأمن وتوفير الظروف لإنجاح الاتفاق والمضي في التسوية السياسية.